السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ عاملين ايه النهارده؟ هنشرح باذن الله التوتوريال بتاع سي ان اس الاول، اللي هو البين والتمبريتشر والهيدك. دكتور محمود طبعا شرح البين ووفاه، فاحنا باذن الله هنقوله بسرعه كده ان شاء الله، نعيد على الحاجات المهمه اللي فيه ونكمل ان شاء الله التمبريتشر والهيدك. طبعا انتم متعودين ان من في بدايه التوتوريال او الكيس بيبقى فيه ام اس كيو. الام اس كيو ده كنا بنعمله الاول كل واحد لوحده انديفيدوال، وبعدين كنا بنعمله جروبس. طبعا النهارده ان شاء الله هنعمله انديفيدوال بس، فمعاكم الام اس كيو هنبدا بيه باذن الله، ومعاكم دقيقه لكل ام اس كيو. بسم الله. ما تقلقوش، بإذن الله هنرجع نحله في آخر التوتوريال إن شاء الله. كده دي أول دقيقة، ندخل على السؤال التاني. كده ده تاني سؤال، ندخل على السؤال التالت يا دكاترة. السؤال الرابع، السؤال الخامس، كده خلاص يا دكاترة، الخمس دقايق بتوعنا بالخمس أسئلة هنبدأ التوتوريال بتاعنا، وبإذن الله في آخر التوتوريال هنرجع ونحلهم مع بعض إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ بالبين. إيه هو البين؟ البين سنسيشن. يعني إيه بين؟ البين معناه unpleasant sensation، بيحصل نتيجة damage of tissue، يعني إحساس غير مرغوب فيه نتيجة damage of tissue، وده بيبقى protective mechanism for the body. يعني ربنا سبحانه وتعالى خالق البين سنسيشن ده عشان نحمي نفسنا، عشان نبعد ايدينا مثلا لو كان حاجه زي حد بيشكك بدبوس، بيحصل حاجه اسمها فليكسور وذرو ريفلكس عشان تبعد ايديك عن الهارمفول ستيمولوس ده، تمام؟ فالبين هو
unpleasant sensation بيحصل نتيجة damage of tissue، وده protective mechanism for the body، وبي initiate important reflex. ال aim بتاعها removal of the painful stimulus. تمام، ده أول حاجة ال definition بتاع ال pain. طيب أنواع ال pain ده ايه؟ طبعا انتوا اخدتوا الكلام ده في المحاضرات مع دكتور محمود، انا هشرح حاجات بسيطة طبعا، مش بقدر الدكتور محمود، حاجات بسيطة للتوتوريال بتاعنا. طيب ايه انواع البين ده؟ البين ده نوعين كبار قوي، في سوماتيك بين وفي فيزرال بين. طيب السوماتيك بين ده بيشمل حاجتين، الكوتينيوس بين والديب بين. الكوتينيوس ده نتيجة الاستيميليشن للبين ريسبتورز الموجودة على السكن، لكن الديب بين بيحصل نتيجة استيميليشن للبين ريسبتورز الموجودة في الديب استراكشر زي المصل، المصل والجوينت والكبسول والبريوستيوم اللي بيغطيها، ده كله ديب بين. فانا التايبس اوف بين بقسمها لحاجتين كبار قوي، يا اما سوماتيك بين يا اما فيزرال بين. السوماتيك ده بقسمه لكوتينيوس على الجلد، الريسبتورز موجودة على الجلد، يا اما ديب الريسبتورز موجودة ديب شوية من الجلد. الديب شوية من الجلد ده فين؟ في المصل، في الكبسول، في الجوينت، في البريوستيوم اللي بيغطي الجوينت. تمام يا دكاترة، ده الديب بين. تاني نوع اللي هو شايفين معايا ده الكوتينيوس بين، بيحصل على السكن، والديب بين بيحصل شايفين ديت المصل، على المصل نفسها، بيبقى تحت السكن شوية عند المصل. تمام. طيب تاني نوع زي ما قلنا تايبس اوف بين نوعين كبار، سوماتيك وفيزرال. السوماتيك بقسمه لحاجتين، يا اما كوتينوس يا اما ديب. الفيزرال بين بقى، البين الفيزرال ده بيبقى بالريسبتورز بين موجوده في الانترنال فيزرال. تمام. طيب انا هشرح بقى بطريقه وافيه شويه الكوتينوس بين. هناخد الكوتينوس بين يا دكاتره. ايه انواع الكوتينوس بين؟ انا قلت من البدايه سوماتيك وفيزرال. السوماتيك حاجتين، كوتينوس ودي. انا هاخد الكوتينوس بين بقى. الكوتينوس بين ده بقسمه لحاجتين كبار، فاست بريكنج بين وسلو بيرنينج بين. تاني عشان ما انتهش تقسيمه البين ايه يا دكتوره؟ تايبس اوف بين. البين ده بقسمه لسوماتيك وفيزرال. السوماتيك برجع اقسمها لحاجتين، كوتينوس والله على الجلد، تاني حاجه يا اما ديب، ديب شويه من الجلد على المصل او على الجوينت. تمام. انا هاخد الكوتينوس اشرحه بالتفصيل. الكوتينوس ده اللي هو على الجلد ده في منه نوعين، فاست بريكنج بين وحاجه اسمها سلو بيرنينج بين. هناخد اول حاجه، طبعا انتوا واخدين في النظري مقارنه كبيره ما بين الفاست بريكنج بين وما بين السلو بيرنينج بين. الفاست بريكنج بين ده زي ايه يا دكتوره؟ زي شكه الدبوس كده، حد بيشك حد بدبوس، ده والله ويل لوكالايزد، يعني اقدر اقول ان الحته ديت هي اللي بتوجعني، الحته ديت هو اللي شكيني فيها. تمام. ومسمينه فاست ليه يا دكتوره؟ لان هو بيمشي عن طريق الاي دلتا فايبر، واحنا عارفين ان الاي دلتا فايبر ديت سريعه جدا، سرعتها بتبلغ من 5 ل 15 ملي سكند، دي اسرع فايبرز موجوده في النيرفز بتاعتي. يبقى الفاست من اسمه فاست بريكنج بين، فاست ده بيكوندكت عن طريق الاي دلتا فايبرز، بيمشي بسرعه جدا، واللوكالايزد. واللوكالايزد يعني حد شكك بدبوس تقدر تحدد مكان الشكه دي. تالت حاجه هو فاست يا دكاتره، فاست بريكنج بين اهميته ايه؟ والله بيقول للبيشنت او للبيرسون، بيقول له ابعد ايدك عن الدامج ستيمولس، بيقول له inform the person very rapidly about damaging stimulus عشان يعمل ريفلكسات يأفويد الدامجينج ستيمولس. زي ايه؟ حد بيعمل لي بريكنج بين بدبوس ببن زي ما خدته في العملي، المفروض ان انا لو شايفه، لو فاتحه عيني، عشان كده في العملي دايما بنقول نغمض عينينا. طيب لو انا فاتحه عيني المفروض ان انا هعمل حاجه اسمها فليكسور وذرور ريفلكس، يعني هبعد ايدي خالص عن البينفول ستيمولس ده. ده أهمية الفاست بريكنج بين عشان البيرسون يبعد ايده او يبعد الـ الحاجة اللي قربت من البين ده
عشان يبعد عن الدامج ستيمولس، وبالتالي هو بروتكتيف ميكانيزم. تاني الكوتينيوس بين بقسمه الفاست بريكنج بين وسلو بيرنينج بين. الفاست بريكنج بين من اسمه يا دكتوره فاست، يعني بيمشي بسرعه، بيمشي عن طريق الاي دلتا. طب هو سريع ليه؟ عشان ينفورم البيشنت ان او البيرسون ان هو يبعد ايده عن الدامج ستيمولس، وهو بيبقى ويل لوكالايز. افتكر الدبوس دايما ويل لوكالايز، تمام؟ ده الفاست بريكنج بين. ندخل على السلو بيرنينج بين، العكس تماما. السلو بيرنينج بين ده يا ولاد زي الانفلاميشن. يعني ايه؟ يعني انا حصل لي انفلاميشن على الجلد بتاعي من اي حاجه بقى، حصل مثلا بيرن، حصل حاجه، حصل لي انفلاميشن على الـ على الـ على الـ على الجلد بتاعي، تمام؟ السلو بيرنينج بين ده يا ولاد بيقول لك ان هو بورلي لوكالايز. هو سلو، سلو يعني بيكوندكت في السي فايبر، احنا اتفقنا اسرع فايبر هو الاي دلتا، لكن السي فايبر ديت بتبقى سلو جدا، بتبقى سرعتها من نص لاتنين ملي سكند، لكن الاي دلتا فايبر احنا قلنا سرعتها من 5 ل 15 ملي سكند. شايفين الفرق الشاسع؟ السي فايبر من نص لاتنين، لكن الاي من 5 ل 15. فالسي فايبر ديت بتبقى سلو، بتبقى التوصيل بتاعها بطيء، عشان كده مسمياه سلو بيرنينج بين. وهو بيبقى بورلي لوكالايزد، بورلي لوكالايزد بيكفر لمب وممكن يزيد عن كده اوفر اند اوفر تايم. بيكوز انبليزنت انتربل سفرنج بين، بيعمل لي سفرنج بين رهيب. انت متخيل في انفلاميشن حوالين الجلد ده بيخليك unpleasant sensation، مش قادر تستحمله، تمام؟ ده السلو بين، غير الفاست بين خالص. الفاست بيبقى well localized، ده بيبقى poorly localized، مش قادر يحدد نقطة معينة، لا بيقولك انا الجلد بتاعي كله وجعني، الجزء ده كله وجعني، مفيش نقطة معينة، عشان كده هو poorly localized. وسلو ليه يا دكتور؟ عشان بيكوندكت في السي فايبرز، وبيعمل unpleasant intolerable suffering pain، بيعمل intolerable sensation، تمام؟ ده السلو بيرنينج بين زي الانفلاميشن، ده نتيجة البيرن. هو مش قادر يلوكالايز، مش قادر يقول انا الحتة ديت اللي وجعاني، لا هو ديفيوز، بورلي لوكالايز، بورلي لوكالايز. لكن التاني اشكه هنا يقول لي اه هو هنا ويل لوكالايز، تمام؟ عشان خاطر ابعد ايدي، ده بورلي لوكالايز وبيديني unpleasant sensation. طيب ندخل على الحاجة المهمة اللي هي الـ pathway of continuous pain. طبعا انتوا اخدتوها في المحاضرات، هنراجعها مع بعضنا كده. الـ pathway of pain، والله الـ pathway ده بيبدأ طبعا احنا عارفين receptor و afferent، وبعدين هنروح على الـ spinal cord، وبعدين عايزين نوصل للكورتكس، عايزين نوصل للبرين بتاعنا عشان نقول له الانفورميشن اللي احنا حسينا بيها، السنسيشن اللي احنا حسينا بيه. نبدا الباسوي بتاع البين. البين بيبدا ازاي؟ عن طريق ريسبتورز، اللي هي ريسبتورز بتاع البين بسميها فري نيرف اندنج، واخدتوها في النظري وفي العملي، الريسبتور فري نيرف اندنج، تمام؟ البين ده يا اولاد الباسوي بتاعه بيمشي عن طريق 3 اوردرز. اول اوردر اسمه فيرست اوردر نيرون، وبعدين سكند اوردر نيرون، وبعدين ثيرد اوردر نيرون. هنتكلم على الفيرست اوردر نيرون. الفيرست اوردر نيرون الريسبتور والافرنت، الريسبتورز اللي هي بتاعه البين الفري نيرف اندنج. واحنا اتفقنا، والله يا دكتوره انت بتتكلمي عن الفاست بين، انا قلت الفاست بريكنج بين ده بيمشي عن طريق اسرع نيرف اللي هو الاي دلتا فايبر، عشان كده في الباسوي بتاع الفاست بين بيبدا بريسبتور اللي هي الفري نيرف اندنج، وبعدين امشي في ايه دلتا فايبر. طيب الاي دلتا فايبر ديت هتروح فين؟ هتروح يا ولاد للبوستير الروت بتاع لاترال ديفيجن اوف بوستير الروت في السباينال كورد، وبعدين تدخل للدورزال هورن او البوستير هورن، وتعمل ريلي هنا، تعمل ريلي هنا في لامينا. بالنسبة للفاست بين بيعمل ريلي في لامينا 1 و5 في السباينال كورد. تاني انا بتكلم على
الباس واي اوف بين. الباس واي اوف بين بيمشي بثري اوردرز نيورون، فيرست اوردر نيورون، سكند اوردر نيورون، ثيرد اوردر نيورون. هنبدا بالفيرست اوردر نيورون. الفيرست اوردر نيورون بيبدا بالريسبتور وبعدين الافرنت وبعدين اوصل للسباينال كورد نفسه. اي سنسيشن في الدنيا بيمشي عن طريق الدورزال هورن، الدورزال بيمشي عن طريق الدورزال روت عشان يوصل للدورزال هورن. اي سنسيشن دورزال روت دورزال هورن، دورزال روت دورزال هورن. طيب انا بتكلم على الفاست بين. الفاست بين الريسبتورز بتاعه فري نيرف اندنج هيمشي في ايه دلتا فايبر، يوصل للدورزال روت وبعدين ينتهي في يوصل للدورزال هورن. كده وصل للسباينال كورد. السباينال كورد بيعمل ريلي في لامينا 1 و5 تمام. طيب وبعدين السكند اوردر نيورون، السكند اوردر نيورون من اللامينا 1 و5 بيمشي كروس ذا ميد لاين، بيعدي الميد لاين قدام السنترال كانال تمام بالمنظر ده، يعدي قدام الميد لاين قدام السنترال كانال اهي، دي السنترال كانال، بيعدي قدام الميد لاين قدام السنترال كانال، يروح للاوبوزيت سايد تمام. وبعدين بيأسند في تراك اسمه لاترال اسباينو سلاميك تراكت، لاترال اسباينو سلاميك تراكت. وبعدين هيطلع اللاترال اسباينو سلاميك تراكت للبرين ستيم، يوصل لحته اسمها بوسيرو فنترال نيوكليوس اوف ثالاموس اللي هي البي في ان نيوكليوس اوف ثالاموس. ده السكند اوردر نيورون. تاني السكند اوردر نيورون بيبدا من اللامينا 1 و5 بالنسبه للفاست بين، وبعدين النيورون بتمشي قدام السنترال كانال في الميد لاين قدام السنترال كانال، وبعدين كروس الاوبزيت سايد قدام السنترال كانال، بيطلع في تراكت اسمه لاترال سباينو سلاميك تراكت. وبعدين بيوصل لحته اسمها للبرين ستيم، حته اسمها بوسيرو فنترال نيوكليوس اوف ثالاموس تمام، بي في ان نيوكليوس اوف ثالاموس تمام. ده السكند اوردر نيورون. طيب الثيرد اوردر نيورون، الثيرد اوردر نيورون بتاع الفاست بين بيبدا من البي في ان بتاع الثالاموس ويطلع يراديت، يروح الانترنال كبسول ويطلع يروح للسنسوري كورتكس، للسنسوري ارياز اوف سيريبرال كورتكس. تاني عشان ده مهم جدا ومبني عليه بقيه الباسويز بتاع البين والتمبريتشر. انا بتكلم على البين، الفاست بين، 3 اوردر نيورونز، فيرست اوردر، سكند اوردر نيورون، ثيرد اوردر نيورون. الفيرست اوردر نيورون ريسبتور وافرين، الريسبتور الفري نيرف اندنج هيروح بالاي دلتا فايبر لان هو الفاست بين، هيروح يوصل للدورزال روت وبعدين يدخل دورزال هورن وبعدين يوصل للامينا 1 و5. ده بالنسبه للفيرست اوردر نيورون. طيب السكند اوردر نيورون، النيورونز هتبدا من اللامينا 1 و5، هتعدي قدام السنترال كانال في الميد لاين عشان تروح الاوبوزيت سايد، وبعدين تاسند في تراكت اسمه لاترال سباينو سلاميك تراكت، اسمه ايه سباينو سلاميك بس لاترال سباينو سلاميك، والله طالع من من السباينال كورد رايح للثالاموس. في البرين ستيم هتوصل للثالاموس، يعني حته في الثالاموس البي في ان للثالاموس اللي هي الثالاموس دي يا اولاد عباره عن نيوكليوي كتير، هو الفاست بين بيروح للبي في ان بتاع الثالاموس للبوسيرو فنترال نيوكليوس تمام. ده السكند اوردر نيورون. الثيرد اوردر نيورون بيبدا من البي في ان ويطلع للسنسوري كورتكس تمام. ده بالنسبه للفاست بين. طيب السلو بين بقى شبيهه، بس في مشكله عنده في الثيرد اوردر نيورون على عكس الفاست بين. السلو بين بيبدا برضو ريسبتور الفري نيرف اندنج، وزي ما اتفقنا ان هو سلو فهيعدي في السي فايبر عشان يريلي في لامينا 2 و3 اللي هي بسميها سبستانشيا جيلاتينوزا اوف رونالدي تمام. السبستانشيا جيلاتينوزا ديت اللي هي لامينا 2 و3 وهي ديت بتاعه البين كنترول سيستم، هتاخدوه في النظر باذن الله. يبقى تاني الفيرست اوردر نيورون بتاع السلو بين نفس الكلام بتاع الفاست،
بس الفايبر مختلفه واللامينه مختلفه. فري نيرف اندنج هيمشي فايبر بما ان هو سلو اسمها سي فايبر، هيوصل للامينه 2 و3 تمام، اللي هي سبستانشا جيلاتينوزا. وبعدين السكند اوردر نيرون من لامينه 2 و3 هيطلع قدام في الميد لاين قدام السنترال كانال عشان يعدي الاوبزيت سايد، ويطلع في تراكت برضو اسمه لاترال سباينو سلاميك تراكت، ويجي عند البرين ستيم. يجي عند البرين ستيم هيوصل لحاجه يا ولاد، مش هيوصل بقى للبي في ان نيوكليوس، لا هيوصل لحاجه اسمها ريتيكولار فورميشن. ريتيكولار فورميشن تمام، الريتيكولار فورميشن، الريتيكولار فورميشن ديت هتوصل للنون سبيسيفيك سلاميك نيوكليون، مش البي في ان، نون سبيسيفيك سلاميك نيوكليون تمام. وبعدين الثيرد اوردر نيرون من النون سبيسيفيك سلاميك نيوكليون دي هترادييت لاول سنسوري كورتكس، لاول ارياز اوف كورتكس. تاني السلوبين الباس واي بتاعه فري نيرف اندنج هيمشي في سي فايبر لان هو سلو، وبعدين هيريلي في لامينه 2 و3. وبعدين السكند اوردر نيرون من اللامينه 2 و3 هيمشي قدام السنترال كانال في الميد لاين، وبعدين يطلع في تراكت اسمه لاترال سباينو سلاميك تراكت. الفاست بين كان بيريلي في السيرو فنترال نيوكليوس اوف ثالاموس، لكن ده لا، هيطلع في الريتيكولار فورميشن ويروح يعمل ريلي في النون سبيسيفيك سلاميك نيوكليون تمام. وبعدين الثيرد اوردر نيرون هيروح من النون سبيسيفيك سلاميك نيوكليون يروح لاول كورتيكال ارياس تمام. خلاص يا ولاد تمام، يبقى كده ده الباس واي بتاع السلو بين. طيب وطبعا الكلام ده كله اتقال في المحاضرات يا دكاتره. ندخل على موضوع جديد اللي هو الثيرمال سنسيشن، اللي هو الاحساس بالتمبريتشر. ده معناه ايه؟ معنى ايه اسمه ثيرمال سنسيشن؟ يعني بيرسبشن للهيت او للكولد. يبقى بيرسبشن اوف ديفرنت جراديشن اوف كولد اند هيت بروجريشن تمام. طيب والله ممكن الاحساس ده بتاع الكولد ده يبقى كولد او كول او فريزنج كول. يعني ايه الكلام ده؟ كولد يعني ساقعه جامده تمام، فريزنج كولد يعني كولد بين، بسميه كولد بين اللي هي من تحت الصفر، اللي هو الناس اللي عايشه في كندا الاماكن اللي هي درجه حرارتها عاليه قوي دي، فريزنج كولد او كولد بين. طيب الورم بيبقى ايه؟ يا اما يبقى هوت او ورم او بيرنينج هوت، او البرنينج هوت ده برضو بسميه هيت بين تمام. تاني يبقى الاحساسات بتاعه التمبريتشر يا اما تبقى كولد يا اما تبقى هوت، بس الكولد ده فيه فاريشن والهوت ده فيه فاريشن. الكولد ده ممكن يبقى كولد وممكن يبقى كول اللي هو ساقع حاجه بسيطه كده، وممكن يبقى بين كولد او كولد بين يعني ساقع لدرجه، او بسميها فريزنج كولد، ساقعه لدرجه انها بتجمد او انها تعمل دامج للتشو. بين كولد بين تمام. طيب الهوت والله من وارم لهوت لبيرنينج هوت، او البيرنينج هوت ديت بسميها هوت بين تمام، اللي هو السخونه الجامده لدرجه ان هي عملت بين، عملت دامج للتشو تمام. ده بالنسبه للديفينيشن بتاع الثيرمال سنسيشن. يعني ايه بقى ثيرمال سنسيشن؟ ده بيرسبشن لديفرنت جراديشن اوف كولد اند هيت. والله الكولد ده ممكن يبقى كولد، ممكن يبقى كول، ممكن يبقى فريزنج كولد. الهوت ممكن يبقى هوت، ممكن يبقى وارم، ممكن يبقى بيرنينج هوت تمام. ده الديفينيشن، ده الفريزنج كولد وده البيرنينج هوت تمام، اللي هي الحراره لدرجه انها عملت بين، وديت الكولد درجه ان هو عمل بين او عمل دامج للتشو. طيب طبعا احنا عارفين ان احنا في النظري بنبدا اي بين تمبريتشر اي حاجه بنبدا بريسبتور وباسوي. الريسبتورز بتاع الهيت بتاعه الثيرمال سنسيشن بتتقسم لثلاثه ريسبتور،
يا اما كولد ريسبتور يا اما وورم ريسبتور يا اما كولد بين او هيت بين. تمام، يبقى الكولد ريسبتور ديت بتقيس حراره الكولد والكول، والورم ريسبتور بتاع الهيت والورم، لكن الكولد بين والهيت بين دولت كاتيجوري تاني خالص، للفريزنج كولد كولد بين للفريزنج كولد، والهيت بين للبيرنينج هوت. طيب الريسبتورز ديت الادابتيشن بتاعها ايه؟ الادابتيشن يا ولاد بتبقى مودريتلي ادابتنج، مودريتلي ادابتنج ريسبتور، زي ما خدته مع دكتوره دانيا ودكتوره افنان في السكشن، قالت لكم ان احنا معانا التاتش، التاتش بيبقى رابيدلي ادابتنج، يعني انا لما اجي البس حاجه خلاص مش بحس بيها، ادابتنج يعني تاقلم، بتاقلم على اللبس اللي انا لابساه ده وببقاش حاسس بيه، هو ده اسمه ادابتيشن، رابيدلي ادابتنج. طيب ايه رايكم في البين؟ البين لازم يبقى سلو لي ادابتنج عشان تبعد ايدك، انت مش قادر تستحمل النار، مش قادر تستحمل البريكنج بين اللي بتدبوس، فبتبعد ايدك خالص، ده اسمه سلولي ادابتنج، يعني انا مش قادر اتاقلم. ليه؟ عشان احافظ على التيشو بتاعتي. التمبريتشر بقى مايعه ما بين الاثنين، بتبقى مودريتلي ادابتنج تمبريتشر، مودريتلي ادابتنج ريسبتورز، ريسبتورز بتاعتها بتبقى مودريتلي ادابتنج، لكن الورم ريسبتور بتادبت مور رابيدلي ذان الكولد ريسبتور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الورم والكولد الاثنين مودريتلي ادابتنج، لكن الورم بتبقى ادابتيشن بتاعها اسرع من الكولد شويه، لكن الاثنين مودريتلي ادابتنج. تمام، ده الادابتيشن. يبقى انا قلت الديفينيشن وقلت الريسبتورز وقلت الادابتيشن. طيب ازاي يا دكتوره انا بحس بالتغيرات التمبريتشر دي؟ يعني انا بحس بيها ازاي؟ انت عماله تقولي لي ان في ريسبتورز، والريسبتورز دي ليها ادابتيشن معين. طيب انا بحس ايه الميكانيزم بتاع السيميليشن للريسبتورز دي؟ الريسبتورز دي يا ولاد ربنا سبحانه وتعالى من عظمته خالقها بتحس بالتشينجز اوف كونسنتريشن بتاع الميتابولايتس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دايما لو تفتكروا كنا بنقولها دايما في المصل السنه اللي فاتت، كنا بنقول رايز تمبريتشر انكريز في درجه الحراره بتزود الميتابوليك اكشنز او الميتابوليك بروسيسز، صح؟ يعني انا لو في درجه حراره عاليه الميتابوليك رياكشنز بتاعه الجسم بتاعتي هتزيد، ومن هنا الريسبتورز هتحس بالتغيرات بتاع الميتابولايتس دي، ان الكونسنتريشن بتاعها زاد فتحس ان انا جو حر. تاني بقول الميكانيزم اوف ستيميوليشن، ازاي انا بحس بدرجه الحراره سواء عاليه او سواء قليله؟ عن طريق الكونسنتريشن اوف ميتابولايتس، الكونسنتريشن اوف ميتابولايتس، تركيز الميتابولايتس. يعني ايه تركيز الميتابولايتس؟ والله لما درجه الحراره بتعلى الميتابولايتس دي بتزيد، وبالتالي الكونسنتريشن بتاعها لما يزيد الريسبتور زي هتحس بيه، فتحس ان انا الجو حر، والله في رايز اوف تمبريتشر. طيب العكس تماما، لو في دروب اوف تمبريتشر في كولد هيحصل اوبوزيت افكت، اللي هو ايه؟ هيحصل ديكريز في الميتابولايت بروسيس، الميتابولايتس هتقل، وبالتالي لما الكونسنتريشن بتاع الميتابولايتس تقل الريسبتورز هتحس ان الكونسنتريشن بتاع الميتابولايتس قلت، وبالتالي هتحس بكولد سنسيشن. تمام يا اولاد، يبقى الميكانيزم اوف ستيميليشن يعتمد على الكونسنتريشن اوف ميتابولايتس، الكونسنتريشن اوف ميتابولايتس والله بتزيد مع ارتفاع درجه الحراره، كده الريسبتورز هتشتغل، هتعرف ان الكونسنتريشن بتاعهم زاد، خلاص يبقى انا درجه الحراره عاليه. طيب لو في ديكريز في دروب في تمبريتشر الكونسنتريشن اوف ميتابولايتس بتقل، وبالتالي الريسبتورز هتحس بالكونسنتريشن قليله فتقول لك ان الجو برد. تمام، طيب ايه درجات الحراره بقى اللي احنا بنحس بيها؟ اللي هي الريسبتورز بيبدا عندها الاكشن بوتنشال والفايرنج، والله على حسب الكولد ولا هيت ولا هيت بين وكولد بين. الكولد يا ولاد بيقيس درجة الحرارة ما بين 10 لـ40 درجة with maximal discharge عند 25 درجة، يعني الماكسيمم discharge بتاع النيرف بتاع الريسبتور عند 25 درجة. يبقى ده MCQ شهير جدا. يبقى الكولد الرينج بتاع درجة الحرارة اللي يقدر يسجلها الريسبتور بتتراوح ما بين 10 لـ40 والماكسيمم ديسشارج بتاعها عند 25 درجة. طب الورم؟ الورم لا، من 30 لـ50 والماكسيمم ديسشارج عند 40. هتقولي ازاي يا دكتورة من 30 لـ50 وده من 10 لـ40؟
طفيه من 30 ل 40 كولد وهوت. ايوه، في من 30 ل 40 كولد وهوت، بس كل ما بنمشي من ال 30 نقرب عند ال 40 الهوت بيزيد اكتر، يعني الريسبتورز بتاع الهيت بتشتغل اكتر. تاني الاكشن بوتنشال الريسبتورز بتسجل درجات الحراره من فين لفين. والله لو كولد النيرف فايبرز، كولد نيرف فايبرز بيحصل فيها الاكشن بوتنشال من 10 ل 40 درجه موز ماكسيمم 25. طب الورم فايبرز من 30 ل 50 موز ماكسيمم 40. طيب يا دكتوره في هنا من 30 ل 50 وهنا من 10 ل 40، يعني في هنا من 30 ل 40 زيها زي الكولد. ايوه بتحس الكولد وبتحس الهيت، بس كل ما مشينا من 30 بقينا 32 بقينا 35 بقينا 36 الورم اللي بتشتغل اكتر. تمام. طيب الهيت بين والكولد بين، الهيت بين يا ولاد بيبدا من اباف 45 درجه والكولد بين اقل من 10، يعني من 5 ل 15. تمام، يعتبر من 5 ل 15 اللي هو ايه، اللي هو بدات بقى خلاص التيشوز بيحصل لها دامج وخلاص بدات في بين، فبيحصل حاجه اسمها هيت بين لو انا رحت في درجه حراره اكتر من 45، وكولد بين لو انا رحت في درجه حراره من 5 ل 15. تمام، زي في مناطق زي كندا كده القطب الشمالي كولد بين فايبر، هي بسميها فروست بين او فريزنج بين. تمام. تاني يبقى الكولد من 10 ل 40 والماكسيمم 25. ام اس كيو، الورم من 30 ل 50 والماكسيمم 40، الهيت بين اكتر من 45، الكولد بين من 5 ل 15 درجه. تمام يا ولاد، ده الاكشن بوتنشال في النيرف فايبرز. طيب الباس واي بتاع البين، الباس واي بتاع البين زيه زي الفاست بين بالظبط ما عدا اختلاف واحد بس، زيه زي الفاست بين بالظبط. احنا قلنا في الفاست بين ريسبتور وبعدين الافرنت وبعدين ده بقول في الفاست بين يا ولاد ريسبتور وبعدين الفيرست اوردر نيرون، سكند اوردر نيرون، ثيرد اوردر نيرون. طيب الفيرست اوردر نيرون يا دكتوره، الفيرست اوردر نيرون بيبدا بريسبتور، ريسبتورز بتاع التمبريتشر اللي هي البين والكولد، الكولد او او الوار. تمام، الريسبتورز بتاع التمبريتشر، وبعدين بيمشي في افرنت من قلت زيه زي الفاست بين. الفاست بين بيمشي في افرنت اسمه ايه، دلتا فايبر، ايه دلتا فايبر. وبعدين الايه دلتا فايبر بيوصل للبوستير الروت بتاع السباينال كور، للبوستير الروت، وبعدين يدخل على الدورزال هورن. طيب انا كنت بقول في الفاست بين لو تفتكروا ان انا بريلي في لامينا 1 و5، هو الفرق الوحيد ما بين التمبريتشر وما بين البين ان التمبريتشر هتري في السبستانشا جيلاتينوزا اللي هي لامينا 2 و3. تمام، يبقى التمبريتشر، التمبريتشر هتمشي في الفري نيرف اندنج، هتمشي في الريسبتورز بتاعتها، وبعدين تمشي في الاي دلتا فايبرز زيها زي الفاست بين، وبعدين تدخل عند البوستير الروت على الدورزر رو الدورزر هور، وبعدين هتريلي الفاست بين بيريلي في لامينا 1 و5، لا دي هتريلي في 2 و3. ده بالنسبه للفيرست اوردر نيرون. السكند والثيرد زيها بالظبط، السكند اوردر نيرون زي الفاست بين بالظبط. هيحصل ايه، سكند اوردر نيرون هيطلع من لامينا 2 و3، هيمشي قدام السنترال كانال اللي هو هيعدي الاوبزيت سايد عشان يطلع في تراكت اسمه لاترال سباينو سلاميك تراكت، لاترال سباينو سلاميك تراكت، يوصل للبي في ان نيوكليوس. تمام، البي في ان نيوكليوس يروح منها يروح منها يا ولاد للكورتكس او للسنسوري ارياز اوف كورتكس. تاني يبقى اوردر فيرست اوردر نيرون، سكند اوردر نيرون، ثيرد اوردر نيرون. الفيرست اوردر نيرون بتاع التمبريتشر الريسبتور هتمشي في الاي دلتا فايبر توصل للامينا، بدل الفاست بين كان 1 و5، لا ده هيمشي في لامينا 2 و3، وبعدين هيوصل لامينا 2 و3 السكند اوردر نيرون، يعدي قدام السنترال كانال، يطلع في الـ يمشي الاوبزيت سايد، يعدي الاوبزيت سايد، يطلع في حاجه اسمها لاترال سباينو ثلاميك تراكت، لاترال سباينو ثلاميك تراكت، يوصل للبوستيرو فينترال نيوكليوس اوف ثالاموس، وبعدين يروح معدي ثيرد اوردر نيرون
من البي في ان اللي استلمت يروح طالع من الانترنال كبسول يعدي على السنسوري اريا اوف كورتكس. وبالتالي البين والتمبريتشر بيمشوا في حاجه اسمها لاترال سباينو سلاميك تراكت، واللي هو تفتكروا التاتش، التاتش كان بيمشي كروت تاتش في الفنترال سباينو سلاميك تراكت. عشان ما نخرجش عن موضوعنا، يبقى انا اخدت البين سواء فاست سواء سلو والتمبريتشر بيمشوا في اللاترال سباينو سلاميك تراكت. تمام يا اولاد؟ يبقى الفاست بين زيه زي التمبريتشر بالظبط، ما عدا ان التمبريتشر بتروح للامينا 2 و3، لكن الفاست بين بيروح للامينا 1 و5. لكن نفس الكلام فيرست اوردر نيرون، سكند اوردر نيرون، ثيرد اوردر نيرون، والثيرد اوردر نيرون بتوصل للسنسوري كورتكس. لكن السلو بين ما كانش كده، السلو بين بيروح السكند اوردر نيرون يوصل للريتيكولار فورميشن ومنه للنون سبيسيفيك نيوكلياي اوف ثالاموس، والثيرد اوردر نيرون من النون سبيسيفيك نيوكلياي اوف ثالاموس يطلع يراديت تو اول كورتيكال ارياس. عشان كده هو بيبقى ديفيوز بين بوري لوكالايز، لانه بيروح لاول كورتيكال ارياس. خلاص يا اولاد، ده بالنسبه للتمبريتشر. انا خلصت كده البين وخلصت التمبريتشر، هندخل في الهيدك. الهيدك الموضوع الاخير بتاعنا. الهيدك يعني ايه؟ هيدك يعني صداع، صح؟ الصداع ده بيحصل نتيجه ايه يا اولاد؟ ده ريفيرد بين. وانتوا خدتوا في المحاضرات يعني ايه ريفيرد بين. ريفيرد بين للسيرفيس اوف هيد فروم ديب ستراكشر. يبقى ريفيرد بين للسيرفيس اوف هيد بيروح للسيرفيس اوف هيد فروم ديب ستراكشر. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا البين الهيدك ده بين بس بيبقى ريفيرد من الديب ستراكشر. طيب الديب ستراكشر ديت اللي هي ايه يا دكتوره؟ اللي هي السنسيتيف ستراكشر اللي بتخلي يحصل راديشن للبين ده على السيرفيس اوف هيد. طيب ايه هي سنسيتيف ستراكشر ديت؟ في حاجه اسمها بين سنسيتيف انتراكرينيال ستراكشر. انا مش كل دماغي، مش كل الاسكال بتاعتي بتبقى بين سنسيتيف، لا هي اجزاء منها. يعني العجيب في الامر ان البرين سبستانس نفسه انسنسيتيف للبين. تمام؟ يعني البرين سبستانس الكورتكس والمظله دولت انسنسيتيف للبين. طيب ايه هي السنسيتيف ستراكشرز بقى اللي موجود جوه الاسكال بتاعتي؟ اول حاجه يا اولاد واهمهم الديوره. الديوره اللي بتغطي البرين ديت بتبقى سنسيتيف الديوره اللي بتغطي البرين تبقى سنسيتيف جدا للبين. تاني حاجه الارتريز اللي بتعدي في الديوره وفي السيريبرال، سيريبرال اند ديورال ارتريز. تمام؟ وخصوصا حاجه اسمها ميدل مينينجيال ارتري. ميدل مينينجيال ارتري، ارتري قصاده فين، جريد فينوس ساينسز. تمام؟ تاني البين سنسيتيف استراكشر، ايه الحاجات اللي جوه الاسكال بتاعتي بتبقى سنسيتيف للبين؟ اول حاجه الديوره، الديوره اللي بتغطي البرين كلها ديت سنسيتيف للبين. تمام؟ والتنتوريوم، التنتوريوم ده اللي هو الغطا، اللي هو الخيمه، الخيمه بتاعت السيربيلم اللي انتوا اخدتوها في الاناتومي. يبقى انا الديوره والتنتوريوم، وايه تاني؟ وارتري وفين. ايه هما الارتريز؟ السيربرال اند ديورال ارتريز، وخصوصا الميدل مينينجيال ارتري والجريت فينوس ساينسز. يبقى ايه هما البين سنسيتيف ستراكشر اللي موجوده جوه الكرينيوم؟ اول حاجة الديورة، تاني حاجة التنتوريوم، وبعدين الارتري والفين، السيريبرال اند ديورال ارتريز والجريد فينوس ساينسز. والبرين سابستانس احنا اتفقنا ان هو انسيتيف تو بي. طيب اهو زي الاناتومي بتاعكو، ديت الديورة مطر اهي اللي بتغلف البرين بتاعي، وده التنتوريوم صح؟ لو اخدتوه في الاناتومي او ما اخدتوهاش، ده الديورة اهي والتنتوريوم، دولت الاثنين السنسيتيف. فاضل لي الارتريز، الارتريز اللي بتعدي في الديورة تمام وفي السيريبرال، يبقى ديورال اند سيريبرال ارتريز والساينسز اهي ترانسفيرز ساينس، الحاجات دي هتاخدوها في الاناتومي المفروض. ساينسز اللي هي جريد فينوس ساينسز، يبقى هما اربع حاجات ديورة تنتوريوم
ساينسز ارتريز، وخصوصا الميدل مينينجيال ارتري. طيب والله الهيدك ده له اسباب كتير جدا يا ولاد، في منها حاجات انتراكرينيال وحاجات اكستراكرينيال، وده طبعا اسئله ام اس كيو. تمام طيب عشان ما نتوهش من بعض، causes of intracranial headache، يبقى انا قلت في موضوع الهيدك ده الديفينيشن بتاعه، وقلت ايه البين سنسيتيف استراكشر اللي موجوده جوه الكرينيوم جوه الاثقال بتاعتي. تمام، وقلنا اتفقنا ان هم اربع حاجات، ودخلت في الكوزز بتاع الهيدك. الكوزز بتاع الهيدك ده بتتقسم لحاجتين كبار، يا اما انتراكرينيال يا اما اكستراكرينيال. الانتراكرينيال كوز، يبقى انا الهيدك ده له اتنين كوز، يا انتراكرينيال يا اكستراكرينيال. هندخل على الانتراكرينيال اللي هي جوه الكرينيوم جوه الاثقال. اول حاجه يا اولاد مينينجايتس. مينينجايتس يعني ايه مينينجايتس؟ مينينجايتس يعني التهاب الاغشيه السحائيه بتاعه المخ. تمام، انفلاميشن اوف مينينجيز. طيب الانفلاميشن اوف مينينجيز ده بيعمل هيدك ازاي؟ عن طريق ان هو بيعمل بين في السنسيتيف اريا في الديورا في الفينا ساينس. يبقى اول حاجه اسباب الانتراكرينيال هيدك دي حاجات جوه الدماغ. ايه هي اول حاجه؟ هم 4 ام. اول حاجه مينينجايتس، التهاب في المينينجيز. المينينجيز ديت الاغشيه السحائيه اللي بتغطي المخ. الاغشيه السحائيه ديت لما تلتهب هتروح تدي اشارات للسنسيتيف للبين سنسيتيف اريا الديورا والفينوس ساينس، عشان كده بيحصل هيدك. مش احنا اتفقنا ان في اجزاء من الاثقال اللي جوه الاثقال بيحصل بتبقى فيها البين بيبقى سنسيتيف زي الديورا والفينوس ساينس. تمام، ده اول سبب. طيب لو في هيدك اوف مينينجايتس، الهيدك ده بيبقى فين؟ بيبقى في كل الانتاير هيدك، الهيد في كل راسي، في دماغي كلها. تمام، يبقى اول ام المينينجايتس انفلاميشن اوف مينينجيز، بتبعت اشارات للديورا والجريد فينوس ساينسز، وانا قلت ان الديورا وجريد فينوس ساينسز بتبقى سنسيتيف للبين ده وتعمل لي هيدك. ده اول سبب. تاني سبب مينينجيال تروما. مينينجيال تروما، حد كان عنده مثلا تيومر ودخل عمل برين اوبريشن. تمام، وبعدين البرين اوبريشن ديت بتعمل تروما للمينينجيز، ونفس الكلام بيحصل مينينجيال اريتيشن برضو هيروح للسنسيتيف اريا اللي هي في الديورا وفي الفينوس ساينسز. ولو على ذلك يا اولاد ان المينينجيز نفسها بتبقى فيها فري نيرف اندنج، يعني لما المينينجيز ديت يحصل لها اريتيشن يبقى انا بعمل اريتيشن للفري نيرف اندنج بيساوي هيدك. تاني اسباب الهيدك انتراكرينيال 4 ام، زائد شويه حاجات هنقولها. 4 ام، اول ام فيهم مينينجايتس. مينينجايتس يعني التهاب في المينينجيز. التهاب في المينينجيز او الاغطيه السحائيه بتروح تدي اشارات للديورا والفينوس ساينسز، وانا اتفقت من البدايه ان هم دولت البين سنسيتيف انتراكرينيال استراكشر، وبالتالي هيحصل هيدك. طيب لو حصل هيدك من المينينجايتس بيبقى على الهيد كلها، الهيدك بيبقى في كل راسي. طيب هيدك فروم مينينجيال تروما، يبقى مينينجايتس مينينجيال تروما. تاني سبب مينينجيال تروما ده بيحصل ايه؟ بعد اوبريشن الدكتور فتح دماغه وفتح المينينجيز وخلص عمليته وقفل، بيحصل هيدك. ليه؟ لان المينينجيز دي يا اولاد بيحصل فيها اريتيشن، مينينجيال اريتيشن، ان هو فتح وقفل وغرز وكلام من ده بيحصل فيها اريتيشن. الاريتيشن ده المينينجيز دي فيها فري نيرف اندنج بتعمل لي هيدك، بتعمل لي صداع. تمام، ده تاني سبب، يبقى مينينجايتس مينينجيال تروما. تالت سبب مينينجيال تراكشن. مينينجيال تراكشن نتيجة ايه؟ نتيجة برين تيومر. مينينجيال تراكشن نتيجة البرين تيومر. والله حد عنده لا قدر الله برين تيومر، بيبقى التيومر ده يا ولاد بيضغط على المينينجيز، بيعمل لها تراكشن، بيشد عليها لان هو عمال يكبر يكبر يكبر، فعمال يشد على المينينجيز فبيعمل لها اريتيشن. تمام، طيب بيبقى لوكالايزد، يعني يقدر الناس اللي عندها برين تيومر تقول لك انا الحته ديت هي اللي مصدعه، جزء ده بس اللي مصدع، لان هو ده الجزء الوحيد اللي عليه تراكشن في المينينجيز،
اللي هو تحت التيومر بالظبط. فاهمين يا اولاد؟ تمام. طيب التيومرز ديت لو فوق التنتوريوم بتعمل فرونتال هيدك، يعني يقول لك الجزء اللي قدام ده اللي وجعني. لو التيومرز بلو التنتوريوم بتبرديوس اوكسيبيتال هيدك، يعني يقول لك ان الصداع جاي من ورا. يبقى التيومرز اللي فوق التنتوريوم اللي هو التنتوريوم اللي انتوا خدتوه في الاناتومي اللي انا لسه موريه لكم ده، لو التيومرز فوقها يقول لك انا عندي فرونتال هيدك، الجزء الامامي من راسي مصدع. لكن لو تحتيها الاوكسيبيتال هيدك. تمام. طيب يبقى 3 ام قلناهم، مينينجايتس، مينينجيال تروما، مينينجيال تراكشن. تمام. رابع ام يا اولاد ميجرين. ميجرين هيدك، يعني ايه ميجرين هيدك؟ ده يعني صداع نصفي. صداع نصفي ده بيحصل دايما للفيميل، بيحصل ايه؟ طبعا الكلام ده هتاخدوه اكتر في البطنه. الميجرين ده يا اولاد بيحصل في البدايه فازو كونستريكشن للبلاد فيزلز بتاع السريبرال ارتريز، بيحصل لها فازو كونستريكشن فولود باي ماركت فازو دايلاتيشن. تمام. يبقى فازو كونستريكشن في البدايه وبعدين ماركت فازو دايلاتيشن. الماركت فازو دايلاتيشن ده يا اولاد بيزود لي البلسيشن، بلسيت ماركتلي ديورنج كاردياك سايكل، بيزود لي البلسيشن. بعد الفازو كونستريكشن ده بيحصل ماركت فازو دايلاتيشن، فيزود لي الارتيريال فلو، فيزود لي الهيدك، يحس بصداع. ده اسمه مجرين. لو عايزين تعملوا سيرش عنه، هو موضوع كبير جدا طبعا وانا ما اقدرش اشرحه كامله. هو عباره عن فازو كونستريكشن يتبعه فازو دايلاتيشن. الفازو دايلاتيشن ده هو كان فيه فازو كونستريكشن وبعدين الفازو دايلاتيشن لما حصل البلاد فلو كله راح له، فزاد البلاد فلو جوه الارتريز فعمل صداع، عمل هيدك. بيقولوا ان هو نتيجه الريليز اوف هيستامين. تمام. يبقى 4 ام عشان ما انتهش، انا بتكلم على كوزز اوف انتراكرينيال هيدك. الهيدك ده بيتقسم للكوزز بتاعته لنوعين، يا انتراكرينيال يا اكستراكرينيال. الانتراكرينيال 4 ام، اول ام فيها مينينجايتس التهاب في المينينجيس، تاني ام مينينجيال تروما، تالت ام مينينجيال تراكشن نتيجه البرين تيومر ودي بتبقى لوكالايزد هيدك، رابع ام الميجرين. الميجرين ده يعني صداع نصفي، بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فازو كونستريكشن للسريبرال ارتريز يتبعها ماركت فازو دايلاتيشن، الارتريز كلها بتفتح وبالتالي البلاد فلو بيزيد قوي فيحصل هيدك، وبيقولوا ان هو نتيجه ريليز اوف هيستامين. تمام. دول الاربعه ام. طيب ايه تاني يا دكتوره من ضمن الاسباب؟ من ضمن الاسباب يا اولاد حاجه اسمها لو سي اس اف بريشر، ديكريز السي اس اف بريشر. ده بيحصل الناس اللي بتاخد سباينال اناستيزيا، يعني تخدير نصفي. تخدير نصفي ده بيبقى عباره عن حقنه في السباينال كورد من تحت، بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها ان ممكن يبقى في ليتل اماونت بتاع 20 مللي من السي اس اف يخرجوا، يضرب. تمام. يقلوا. لما يحصل كده ال 20 مللي ده، احنا عارفين ان البرين بتاعنا بيعوم في السي اس اف. طيب انت متخيل بقى ان انا شلت 20 مللي من السي اس اف اللي البرين بيعوم فيه، يحصل للبرين ده سينك، يغوص بالويت بتاعه. لما يغوص بالويت بتاعه يحصل استريتش للمننجيس او تراكشن للمننجيس. وانا قلت تراكشن للمننجيس معناها الريتيشن في الفري نيرف اندنج بيساوي هيدك. تاني هيدك ديو تو لو سي اس اف بريشر، ديكريز السي اس اف. السي اس اف ده في حالات مين؟ في حالات السباينال اناستيزيا، الناس اللي بتدخل تاخد تخدير نصفي. عشان كده يقول لك دايما بتوع التخدير النصفي ده بيحصل لهم صداع ليه؟ نتيجه ان هو اخد شويه سي اس اف، اخد شويه سي اس اف اللي المفروض ان البرين بتاعي بيفلوت فيه، عايم فيه، هو اخد منه شويه. لما اخد منه شويه ايه اللي حصل؟ البرين نزل بتقله سنك، غاص باي اتس ويت، وحصل المننجيس اللي مغطياه ديت حصل لها ستريتش، ولما يحصل لها ستريتش يحصل اريتيشن للفري نيرف اندنج ويحصل هيدك. تمام. يبقى ده خامس سبب. سادس سبب يا اولاد الانكريز اوف خامس حاجه يا اولاد. طيب سادس حاجه احنا قلنا 4 ام،
وبعدين اللو بتاع السي اس اف هيعمل تراكشن للمنجيس نتيجة ان البرين بيثينك بايتس ويت عشان انا خدت شوية سي اس اف زي في السباينال انستيزيا. سادس حاجة الهيدك اللي بيحصل نتيجة الارتيريال هايبر تنشن، وده طبعا انتوا كلكم عارفينه ان اي حد عنده هايبر تنشن فجأة لو ما ظبطش ضغطه يقولك انا حاسس بصداع رهيب مش قادر. ليه بقى؟ لان بيحصل ديستنشن للارتريز، واحنا قلنا ان الكرينيال ارتريز من البين سنسيتيف ستراكشر، لما يحصل لها ديستنشن نتيجة الهايبر تنشن نتيجة السيستول عالي والدايستول عالي بيحصل ايه؟ بيحصل هيدك لانها سنسيتيف ستراكشر للبين. تمام. طيب بيقول لك معلومة تانية ان الهايبر تنشن ده بيتناسب طردي مع البلس بريشر، ده شيء طبيعي. لما البلس بريشر يزيد يعني السيستول او الدايستول زادوا بيساوي هايبر تنشن هيدك، صح؟ لما يزيد البلس بريشر يزيد الهايبر تنشن هيدك. تمام يا ولاد. يبقى انا كده معايا 6 اسباب، ايه هما؟ للانتراكرينيال هيدك. اول حاجه مينينجايتس 4 ام، مينينجايتس، مينينجيال تروما، مينينجيال تراكشن عن طريق برين تيومر، ميجرين. تمام. وبعدين 5، حاجه بتقل وحاجه بتزيد. ايه هي اللي بتقل؟ لو سي اس اف، سي اس اف انا اخدت منه شويه في السباينال انستيزيا. حاجة بتزيد اللي هي الهايبر تنشن، الضغط بيعلى. تمام كده معايا 6 حاجات. طيب السبعة ايه يا دكتورة؟ السبعة يا ولاد توكسينز، 7 و8 دي التوكسينز. توكسينز بتروح تعمل اريتيشن للمننجيس فتعمل هيدك. زي ايه؟ زي الالكحول، حاجة اسمها الكحوليك هيدك، ده طبعا موجود برا. الناس اللي بتشرب كحوليات كتير بيحصل لها هيدك نتيجة ان الالكحول ده بيمتص ويروح للمننجيس يعمل لها اريتيشن لان هو عبارة عن توكسين. طيب تاني حاجة في التوكسينز ديت الكونستيبيشن، الناس اللي عندها امساك، الناس اللي عندها امساك بيحصل ابزوربشن لتوكسيك سابستنس تروح برضو تعمل اريتيشن للبرين مننجيس. تاني يبقى انا معايا 4 ام، مننجيتس، مننجيال تروما، مننجيال تراكشن، ميجرين، وبعدين حاجة بتقل اللي هي اللو سي اس اف، حاجة بتزيد اللي هي الهايبر تنشن، سابع حاجة توكسينز نتيجة الكحول او نتيجة كونستبيشن. يبقى ما اجي اقول لك الكونستبيشن ده نوع من انواع الانتراكرينيال ولا الاكستراكرينيال هيدك، بدماغك كده الاول وهلة هتقول لا ده اكستراكرينيال، الكونستبيشن ده يعني قولون، يعني انا كده بره الاسقال خالص، بره كرينيوم خالص. لا هو انتراكرينيال كوز، لان مش القولون اللي بيعمل الهيدك، لا التوكسينز اللي بتحصل لها ابزوربشن من القولون بتروح تعمل اريتيشن للمننجيس، وبعدين عملت اريتيشن للمننجيس يبقى ده انتراكرينيال كوز. تمام. مش الامبلس اللي جاي من القولون خالص، القولون ملوش علاقه، ده التوكسينز اللي جوه القولون. خلاص يا ولاد فهمنا. يبقى كونستيبيشن ده انتراكرينيال هيدك. انا كده خلصت الانتراكرينيال هيدك، فاضل لي الاكستراكرينيال هيدك الكوزز بتاعته. الاكستراكرينيال هيدك افتكر وشك، الوش عباره عن ايه؟ في اي وفي اير وفي نوز وفي ماوس، صح؟ طيب النوز ممكن يحصل حاجه اسمها ساينوسايتس، نيزل ساينوسس، ساينوسايتس هيقول لك جيوب انفيه، يبقى الجيوب الانفيه ديت اكسترا كرينيال، اكسترا كرينيال. ما تفتكرش ان الجيوب الانفيه ديت يبقى جوه الدماغ وبالتالي انترا كرينيال كوز، لا هي اكسترا كرينيال. افتكر وشك النوز والنيزل ساينوسس، يبقى النيزل ساينوسايتس دي بتعمل فرونتال هيدك. دايما اللي عنده ساينوسايتس عنده جيوب انفيه يقول لك انا مش حاسس بصداع في الحته اللي قدام دي مش قادر، نيزل ساينوسايتس. تمام. او الاي ايرور اوف ريفراكشن، ناس عندها مشكله في الريفراكشن، عندها مايوزس او الناس اللي عندها مشكله في عينيها عندها مايوبيا او هايبر متروبيا، طبعا هتاخدوا الكلام ده في السبيشال سنس. بتحصل لو هي لسه اول مره تعرف معهاش نضاره او كده بتحس بصداع، او الناس اللي لابسه نضاره وبتقلعها مثلا يقول لك انا مجرد ما قلعت النضاره واقعد نص ساعه كده احس بصداع، ليه؟ نتيجه الايرورز اوف ريفراكشن. طيب اخر كوز من اسباب الاكسترا كرينيال هيدك
حاجة اسمها ماسكولار اسبازم يا ولاد. ده طبعا متعرف عليه، اللي هو حد يقعد يرغي معاك، يرغي يرغي، وبعدين تقول له يا عم انت صدعتني. صدعك ليه؟ اللي هي بسميها ايموشنال تنشن. ايموشنال تنشن تمام. بيحصل ايه بقى في الايموشنال تنشن ده؟ بيحصل ماسل سبازم، سبازم في المصل بتاع النك وبتاع السكالب، فتعمل هيدك. لما يحصل سبازم في المصل بتاع النك والسباز يعمل هيدك، يبقى الاكسراكرينيال هيدك كوزز. 3 كوز افتكر: وشي، النوز، وده شيء متعرف عليه، الساينوسايتس، وعيني، الايرورز اوف ريفراكشن. واحد عمال يكلمني ايموشنال تنشن اللي هو ماسكولار سبازم، عمال يكلمني، قعد ساعه يتكلم معايا، بقول له يا عم انت صدعتني. صدعني ازاي؟ عن طريق ان هو عمل سبازم في المصل بتاع النك وبتاع السكالب، فيعمل هيدك. خلاص يا ولاد، يبقى انا كده خلصت التوتوريال بتاعي. التوتوريال بتاعي كان عباره عن بين وتمبريتشر وهيدك. الهيدك عشان ما توهش فيها لمهولكم بسرعه كده، كان كنت بكلم فيه على الديفينيشن بتاعه، وبقولت ان هو ريفيرد بين من الديب ستراكشر، وقلت ايه هي الديب ستراكشر السنسيتيف في الانتراكرينيال ستراكشر تمام. كان منها الديورا والتنتوريوم وارتريز، سيريبرال ارتريز ومنينجيال ارتريز، وخصوصا الميدل منينجيال ارتري والجريد فينوس ساينسز تمام. طيب وبعدين دخلت في الكوزز بتاع الهيدك، اسباب الهيدك ديت، في منها اسباب انتراكرينيال وفي اسباب منها اكسترا كرينيال. الانتراكرينيال كوزز زي ايه دكتوره؟ زي 4 ام اللي هي المينينجايتس، المينينجيال تروما، المينينجيال تراكشن، والميجرين تمام. طيب وبعدين لو سي اس اف وانكريز في الارتيريال بلاد بريشر، واحد بيقل واحد بيزيد، وفي الاخر توكسينز نتيجه الكحول او نتيجه الكونستبيشن. الكونستبيشن ده من اسباب الانتراكرينيال هيدك، نتيجه ان التوكسينز ديت اللي بتمتص بتروح للمننجيز تعمل لها اريتيشن. طيب الاكسترا كرينيال كوزز زي ايه دكتوره؟ حاجات بتحصل في النوز او في الاي زي النيزل ساينوسايتس، او في الاي نتيجه ايرور اوف ريفراكشن، في مشكله مايوبيا او هايبر متروبيا والبيشنت ما يعرفش فبيحس بصداع. عشان كده دايما اول حد ما يحس بصداع يا ولاد بنقول له انت عينيك كويسه، يعني انت بتشوف كويس؟ ده بسم الله الرحمن الرحيم في اي صداع. ممكن يكون عنده مشكله في نظره وهو ما يعرفش، ده ايرورز اوف ريفراكشن. طيب او ماسل سبازم، ماسل سبازم ده اللي هو الايموشنال تنشن. الايموشنال تنشن حد عمال يتكلم ويرغي معاك وفي الاخر صدعك، بيحصل ايه بقى؟ بيحصل سبازم للماسل بتاع النك وبتاع السكال، بيعمل هيدك. خلاص يا ولاد كده انا خلصت التوتوريال بتاعي. ده النيزل ساينسس اهي تمام، والاي الايرورز اوف ريفراكشن. كده انا خلصت التوتوريال بتاعي، هنرجع من الاول بقى عشان نحل الاسئله بتاعتنا. اول سؤال: الفاست بريكنج تايب اوف بين از الفاست بين بوريلوكلايز. لا طبعا البوريلوكلايز دي سلو بين. كوندكت ان سي فايبر، هو ده بيكوندكت ان سي فايبر فاست، يبقى ايه؟ فايبر. ات كوز امبليزنت انتربل سفرنج بين، ده بتاع مين؟ السلوبين صح، بيعمل سفرنج بين. لكن التاني بيقول للتيشو، بيقول لك ابعد ايدك او ابعد التيشو عن الدامج ستيمولوس اللي هو الفاص، يبقى دي غلط برضو، يبقى التلاتة دول غلط. طيب كوندكت ان ايه؟ دلتا فايبر صح. اند بورلي لوكالايز، بورلي لوكالايزد لا هو ويل لوكالايزد، يبقى هي الاخيره اللي هي ايه؟ كوندكت ان ايه دلتا فايبر اند ويل لوكالايزد، يبقى الاجابه ايه. طيب تاني سؤال: ذا بيرنينج بين باس واي ترمينيت ان، البيرنينج بين بيروح فين؟ بوستيرور فينتر نيوكليوس اوف سالاموس اللي هو السلو بين، ولا الريتيكولار فورميشن، ولا المظلة، ولا الموتور كورتكس، ولا الهيبوكامبس؟ في الريتيكولار فورميشن، مش انا قلت ان هو بيروح سكند اوردر نيورو ريتيكولار فورميشن، وبعدين النون سبيسيفيك سلامك نوكلياي، والنون سبيسيفيك سلامك نوكلياي بيروح للاول كورتيكال ارياز، يبقى دي الاجابه اللي هي بي. ثالث سؤال: ان كولد نيرف فايبر، ان كولد نيرف فايبر
action potentials are recorded at temperature between 10 و40 with maximum discharge عند، انا قلت 10 و40 وماكسيمم discharge عند 25 درجة. كنت بقول لكم الاسئله ديت ام سي كيو، فاكرين؟ يبقى كولد نيرف فايبر من 10 ل40 وعند ماكسيمم 25 درجة. طيب رابع سؤال، التمبريتشر ريسبتور ار، بتكلم هنا على ادابتيشن، مايلد ادابتنج غلط من غير ما اكمل، مودريتلي ادابتنج صح بس نكمل، مودريتلي ادابتنج بات ذا وارم ريسبتورز ادابت مور رابيدلي ذان كولد، دي صح. لو جيت تقرا هنا مودريت ادابتنج بات ذا كولد ادابت مور، غلط، انا قلت ان الورم اللي بتادابت مور. تمام يا ولاد؟ يبقى دي الاجابه بي، مودريتلي ادابتنج ريسبتور بات ذا وارم ريسبتور ادابت مور رابيدلي ذان كولد ريسبتور. اخر حاجه، اخر سؤال، causes of intracranial headache جوه الكرينيوم، muscle spasm غلط، extracranial inflammation of nasal sinuses غلط، دي extracranial error of refraction غلط، constipation هي دي الصح، constipation headache emotional tension غلط extracranial، يبقى الإجابة دي اللي هي constipation headache. تمام يا دكاترة؟ شكرا جزيلا، ولو احتجتوا اي حاجة احنا موجودين على الواتس، وثانك يو.